صحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، إحنا بإذن الله رب العالمين بنبدأ الباب الرابع اللي بيتكلم عن حاجة اسمها التصنيف أو تصنيف الكائنات الحية. طيب الباب الرابع ده عليه قد درجة الوراثة، يعني ما تستهينش بيه، أسئلته قد أسئلة الباب الثاني اللي هو الوراثة أو الباب الثالث اللي هو الوراثة. متقسم إلى ثلاث فصول بسيطة جدا في أولها، لكن بيحصل بقى وش في أواخر التصنيف. والتصنيف هو التقسيم. كلنا صنفنا بغرضها سرعة الوصول. محدش في بيته ما صنفش، في هدومه مصنفة، حاطط الأمصان ها في رف، التيشيرتات في رف، البناطيل في رف. ليه؟ عشان يسأل عليه إنه يجيب الحاجة دي. في المكتبة صنفت الكتب، كتبها علمية، كتبها مش عارف وثائقية، كتبها فلسفية، صح؟ خش على رف تجيب فيه الكتاب اللي أنت عايزه، صح؟ كل حاجة تصنيفها بيفيد فيه. ده انت حتى التلاجة متقسمة رف مش عارف للخضر، تفريزر للمجمدات، صح ولا لا؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. ها لو بدأنا وقلنا يا استاذ احمد ها ان احنا نتكلم على الباب الاخير اللي هو اسمه الباب الايه يا عم محمود الرابع، عنوانه التصنيف. سيبك بقى من اهمية التصنيف، تصنيف الكائنات الحية ها بيفيد في الآتي. ممكن أنت تقدر ها تتعرف على كائن موجود، أو ممكن تدخل كائن غير موجود، أو يفيد ها العلوم الأخرى. نكتبنا أن الكلام ده مش موضوع امتحان. التصنيف يا عم أحمد يا حلاوة ها بيمر بكام فاصل؟ أقول له ثلاث فصول عشان نفهم صح يا بريادي. أول حاجة ها أسس علم التصنيف. الفصل الثاني ها التصنيف الحديث. الفصل الثالث يا أستاذ زكريا بيتكلم عن مملكة في التصنيف اسمها مملكة الحيوان، اللي منها ها حاجة اسمها شعبة الثدييات اللي احنا ان شاء الله هنكون منهم يا استاذة شروق. يبقى دلوقتي اتقسم الباب الى كم فصل؟ ثلاثة ها اسس عشان اسال نفسي صح، الثاني اسمه ها التصنيف الايه الحديث، والثالث اسمه يا استاذ محمد احجازي مملكة ايه الحيوان. يروح جاي مثلا فارس عاطف يقول ايه؟ طب انا لو هتكلم على الفصل الاول اللي انت حضرتك حطيت اسمه ايه يا استاذ؟ اللي هو اسمه اسس التصنيف. اسال نفسي سؤال بسيط جدا، الاسس هي قواعد. الاسس هي الاساس او القواعد. فمعنى ايه اسس التصنيف؟ يعني يا استاذه شروقها القواعد اللي اتبنى عليها التصنيف. يبقى الصح يا استاذه سلمى نحددهم الاول ولا نتكلم كلام عبيط كده؟ لازم الاول تحدد على ايدك كام اساس او كام قاعده اتبنى عليها يا استاذ امير علم التصنيف. فرحتك دلوقتي تقول ايه؟ يبنى علم التصنيف. خلي بالك عشان ما تتعبش في الفصل ده. على ايه يا فارس؟ ها على اربع قواعد، والقواعد دي اللي سموها ايه بقى يا استاذ محمد؟ اسس. هي حط الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. شفت بذاكر ازاي؟ عشان ما يتوهش مني الفصل ده. واحد ها ها تعريف النوع. حاجات هتستغربها بس يقول لك ما المقصود بالنوع أو النوع هو. تعريف النوع. اثنين ها التسمية الثنائية للكائنات الحية.
يبقى تاني اساس او قاعده نظام التسميه ليها الثنائيه. اول اساس تعريف النوع، ثلاثه ها التسلسل، الحاجات دي قعدت هنعمل كده ها الهرمي للتصنيف. اربعه والاخيره المفتاح التصنيف. يا ريت بقى حضرتك يا عم محمد يا عبد الهادي ها يركز معانا كده انت والاستاذ يوسف الباسل ها. بقول التصنيف قام على اربع اسس، الاربع اسس يا فاطمه ها، ما هو النوع؟ ايه هو نظام التسميه الثنائيه للكائنات الحيه ده يا استاذه ملك؟ النقطه الثالثه التسلسل الهرمي للتصنيف، ايه المستويات بتاع التصنيف؟ ومين اعلى مستوى تصنيفي؟ ومين اقل مستوى تصنيفي؟ ومين المستوى الذي يلي؟ ومين المستوى الخروج الذي يصمد؟ حاجات جت قبل كده في التسلسل التركيبي. فبرضه الحاجات دي سهله. وايه بقى كلمه المفتاح التصنيفي؟ حضرتك لو لميت الاربع اسس تبقى خلصت الفصل اللي بيتكلم على الاسس الثنائيه. احنا ماشيين ازاي؟ عشان تعرف انت هتتكلم عن ايه. تاني بقول ان الباب الرابع يا يوسف بيتكلم على علم التصنيف. وفي الباب الرابع كام فصل؟ ثلاث فصول. طوال. عشان ما يتهوش منك لخص. الفصول الاول اسس التصنيف. اللي هنبدا بيها النهارده. الفصل الثاني بيتكلم على التصنيف الحديث. الفصل الاولاني الثالث بيتكلم على المملكه في المستويات التصنيفيه اسمها مملكه يا محمد هاني الحيوان. طب انا لو بدات في الفصل الاولاني اقول له يبنى علم التصنيف على اربع قواعد او اسس هي وحطيت الاربعه، يجي بقى الاستاذ محمد النجار يروح قايل رقم واحد ها اول حاجه تعريف النوع. خلاص كده. هو احنا بنصنف انواع من الكائنات الحيه، فما هو النوع؟ قال لك احنا اسمنا نوع، صح ولا لا؟ احنا اسمنا ايه؟ اسمنا نوع، اللي هو النوع او الجنس البشري. احنا ايه؟ احنا مجموعه من الافراد، صح؟ ها متشابهه في خواصها، سواء كنا ذكور او احنا مثلا باربع عيون وهما ابنتين، متشابهه في الخصائص تتزاوج فيما بينها وتنتج افراد تشبهها. هم اولادنا قرود ولا اولادنا عفاريت ولا اولادنا بهائم؟ اولادنا يشبهنا، صح؟ يتزاوج الابناء يعني خصيبه ولا عقيمه؟ خصيبه. وتنتج افراد جديده يعني نوع جديد ولا هو نفس النوع؟ يبقى التزاوج ده بيحافظ على النوع من الايه؟ من الانقراض. يبقى اذا احنا سمينا نفسنا نوع ليه يا مصطفى؟ لاننا افراد متشابهه، ناس خصيبه مش عقيمه، بنتزاوج فيما بيننا ونجيب شكلنا، واللي بيجي شكلنا الاخر بيكون خصيب يا بطل. يبقى اذا البشر يعد نوع، الحمير نوع، الاحصنه والخيول نوع، البقر نوع. ما هو البقر كله شكل بعضه، صح؟ بيتجوز في بعضه ويجيب شكله نفسه، صح لا؟ واللي جاي بيخلف ولا ما بيخلفش؟ بيخلف. يبقى ما هو النوع يا احجاز القط؟ ها؟ اقول له النوع ها مجموعه ايه يا احمد ياسين؟ ها؟ مجموعه ها من الافراد ذات ها صفات ها متشابهه تتزاوج فيما بينها. يبقى بين قوسين طالما تزاوجت ها وتنتج افراد ها مشابهه لها، يبقى في الحاله دي اصبحت خصيبه وليست بها بعقيمه، لها للافراد القدره على التكاثر كالاباء، صح؟ يبقى الف وب، يبقى ده نوع بافراد بيجيب جيم اللي هي زي النوع الاولاني بالظبط. اما غير النوع
ها. اما غير النوع يعني انا اقول لك مثلا ها الحمار نوع، البغل مش نوع صح؟ ليه بقى؟ اما يا استاذه حبيبه اما غير النوع ها فهو ايه ها؟ افراد ها تاتي من ها انواع، خلي بالك انواع تتزاوج بس مش انواع واحده، انواع مختلفه ها من انواع مختلفه ها. عقيمه، الافراد دي عقيمه ليس لها قدره على التكاثر. نمسك امثله، بص كده ها، الف نوع من الاحياء، زائد حطيت بعد كده الف برضو ولا حطيت به نوع ايه ها نوع اخر؟ طالما حضرتك بتسميه نوع يبقى عقيم ولا خصيل؟ خصيل. خصيل ها، سهم يدينا ايه؟ ادانا جيم، ادانا جيم، ايه ده ها؟ افراد ها عقيمه ليست ها نوع او ليست ايه ها انواع. حط المثال ها، انثى الاسد، لا خليك ده انت لسه جاي وقتك، اصحى بس يا ونام. انثى البغل ايه ها؟ هي نوع انثى الاسد ها، زائد ها ذكر النمر. الاسود نوع ولا مش نوع؟ والنمور نوع ولا مش نوع؟ لانها تتزاوج فيما بينها وفيها صفات مشتركه ها. طب ايه اللي بيجي؟ بيجي الطيجن، الطيجن ها لا يشبه الاسد ولا يشبه، بيحمل صفات جديده من الاثنين، وكمان ماله الطيجن؟ عقيم. يبقى جه من انواع ولا جه من غير انواع؟ جه من انواع، لكن هو نوع ولا غير نوع؟ لانه ما طلعش ان هو له القدره على التكاثر. يبقى ده اول مثال ها. يبقى عندنا من الامثله بتاع ها اللي هي لا يطلق عليها لقب او لفظ النوع، عندنا حاجه اسمها ايه ها؟ الطيب. تعالى كمان ها، انثى الحمار او انثى الحصان ها نوع ولا مش نوع؟ نوع ها. مع ذكر ها الحمار نوع ولا مش نوع؟ يديك ايه بقى يا عم حازم؟ البغل عقيم ولا مش عقيم؟ عقيم. يبقى البغل نوع؟ غير نوع. جاي من غير نوع ولا جاي من انواع؟ عرفت بتيجي ازاي؟ وعندك الامثله كثيره ها، عندك ايه ها؟ الحوت، ذكر الحوت ها مع انثى الدولفين يديك الايه؟ وولفين. طب الولفين ده عقيم ولا خصيم؟ عقيم. عندك الكامل جاي من ايه؟ ذكر الجمل مع انثى اللامه، حيوان اسمه اللامه زي الغزاله كده ها، يديك ايه؟ الكامه. طب والكامه ايه ها؟ عقيم. اظن بتعريف النوع قدامك ها قدر كافي من الامثله. يبقى الحوت نوع ولا مش نوع؟ نوع. والدولفين نوع ولا مش نوع؟ الجمل نوع ولا مش نوع؟ اللاما نوع ولا مش نوع؟ يبقى ممكن تزاوج انواع، يجيب انواع صح؟ وممكن تزاوج انواع مع انواع اخرى، يجيب انواع ولا غير انواع؟ بس اول اساس للتصنيف يا عم احمد ياسين ها، نستنتج منه ها ان النوع هو، ومين اللي هطلق عليه اختيارات يا عم يوسف؟ يجي يا سلمى ها، هو احنا تروح انت عرفت النوع؟ اثنين، الاساس الثاني التسميه ها، السنه هو ده اللي عملها مين يا محمد؟ عبد الهادي ها، لكارل لينوس، كارل لينوس ها هو اللي حط نظام التسميه الايه؟ الثنائيه.
طيب حلو. النظام بتاع التسمية الثنائية يعني فيه اسم ولا اسمين؟ اسمين. اسمين بلغة ولا مفيش لغة بنسمي بيها؟ بلغة. يبقى حضرتك مطلوب منك تحدد اللغة المستخدمة في التسمية الثنائية وتحدد الاسم الثنائي الأول يعني إيه والتاني يعني إيه واكتبه إزاي. صعب؟ ها مطلوب مننا أمر نحدد إيه اللغة المستخدمة في هذا النظام الحمدي. وطالما يا سلمى التسمية ثنائية يا آية ها مطلوب أحدد كل اسم يشير إلى إيه يا أستاذة ياسمين، وهكتبه كابتل ولا سمول، عدل ولا مائل، تحته خط ولا ما تحتوش خط. ليه الغرض من كل ده؟ الغرض من كل ده ان احنا في اساني ها او في كائنات حيه بيبقى لها اكتر من اسم حسب الدوله اللي هي فيها. هقول لك على سبيل المثال، بيتقال المثال بتاع الكتاب، بيتقال على القطه عندنا قطه سوري بيقولوا عليها قصه خطوه في الكويت صح؟ يتقال على الراجل هنا راجل، يتقال عليه في الدول العربيه سلمه. يقول لك ايه يا سلمه؟ يعني ايه يا راجل انت ساعه كده؟ انا مش عارف ايه. يتقال على الفلوس وعندنا هنا ايه؟ فلوس. يتقال على هناك مصاري صح؟ فمثلا ايه؟ خلي بالك بنقول على الفرخ عندنا فرخه او دجاجه. هم يقولوا ايه؟ دادادة بالدال. السعوديين والاماراتيين كده، المغرب ما تفهمش لغتها. يبقى احنا في حاجه بقى الى وضع تسميه دارجه كل بلد تقول على الكائن باسم معين ولا عايزين اسامي ثابته؟ خلى بقى كارل لينيوس ها يعمل نظام التسميه الايه؟ الثنائيه. ها فيه ها تستخدم ها اللغه اللاتينيه. شوف الكلام البسيط ازاي؟ ليه؟ في هذا النظام ليه؟ هو احنا اللغات اللي احنا عارفينها مش ممكن تكون العربيه، الفارسيه، الانجليزيه، الامريكيه، الصينيه اسمها لغات دارجه صح؟ والناس بتتعامل بيها وبتدرسها، لكن محدش بيدرس لاتيني. فاللغه ديت ها ما هياش ايه؟ متداوله. وطالما مش متداوله مش هيبقى فيها تحريف. انت عندك على سبيل المثال كلمة ووز بتتنطق ووز بالانجلش، بالانجليزي ووز، بالامريكي. كلمة امبتي امبتي يعني تتنطق السايلنت فيها. الكلام ده في مين ها؟ في اللغة ها الامريكية. طب امتي يعني فارق في الانجلش. يعني اللغات ديت متداولة ففيها تحريف في النطق صح؟ لكن اللاتيني مفيش فيه تحريف. أنها ها اتفقنا غير إيه؟ غير إيه؟ غير متداولة وغير قابلة للتحريف. لكل كائن يكتب للكائن اسمان. اسمها تسميه ايه؟ ها الاسم الاول اما يوضع ها خط تحت كل اسم او يكتب ها بخط ايه؟ ها مائل بدون ايه بقى؟ ها بدون خط. تفهم المعنى؟ يعني ممكن اكتب كلمه ايه؟ ها اكتب كلمه حسن. ممكن اكتبها كده خط المائل فاهم؟ ده ما هيرماش ها. طب اما اجي اكتب بقى كده ايه؟ ها احنا عرفنا ان احنا يبقى عندنا اسمين هنكتبه ها بخط عادي ونحط خطوط صح؟ هيكتبه بخط ايه؟ الاسم الاول ها
يعني الجنس، ويكتب بحرف الأول كبير. وانت حر لو هتكتبه عدل حط تحت خط. طيب الاسم الثاني يعنيها النوع، ويكتبها بحروفها عادية، ولو كان تحته خط يبقى مكتوب عدل، مكتوب مائل ما تحطش خطوط، فهمنا؟ ماشي. مثال القطة المنزلية، القطة جنس، المنزلية نوع. هتلاقي مكتوبة بقى القطة، لو انت هتكتبها بخطوط عدلة هتروح كاتبها فلايس او فايلس، اهي كب، بس كده لازم تحط ايه خط، وده الاسم الاول. الاسم الثاني دومنستيكاتا ديت او دومنستيكا، اهي هتكمل وتحط تحتها خط. طب لو هتكتب مايله يبقى هتعملها بقى فايلس عاديه كده اهو خلاص، وما تحطش خط بس هتخليها كاتبه برضه. سمكة البنطي، سمك البوري، صح؟ الحمار الوحشي، شفت الكلام؟ يبقى الأولانية تشير إلى والتانية تشير إلى أظن من صعب. يبقى ده نظام التسمية يا جماعة الثنائية. كم أقص خدناه كده بقى؟ اثنين. الأخير أنا عارف إن هم أربعة بس المفتاح التصنيف سهولة، رقم ثلاثة تسلسل الهرمي للتصنيف، سهل أوي. المثال اللي مديهولك في الكتاب 10/10، أنا عايز أوصل لبيت فارس عاطف أو بيت مصطفى شعراوي أو بيت فريال أو بيت ياسمين، هو أنت منين؟ أنا من الكوكب، أنا جاي من كوكب الأرض، دور عليا من بين تقريبا 11 كوكب أو 10 كواكب، نزلت على الأرض لقيتها كام قارة؟ خلي بالك أنا عايز أعرف أجيب بيت الواد عاطف فابور كبيرة، نزلت على كوكب الأرض لقيته 6 قارات، صح؟ أمريكتين وأوروبا وأمريكا وأستراليا و آسيا وأوروبا وأفريقيا، يلا يكون 20 قارة، لقيتهم قارات، كل قارة فيها عدد من الدول يخض، صح؟ أنا نازل أدور على بيت فارس عاطف، دور عليه على كوكب الأرض، أنا على واحد جاي من الفضاء الخارجي، لقيته 6 قارات، يعني جاي أروح له أنهي قارة؟ دخلت القارة لقيتها مئات الدول يا عم محمد يا عبد الهادي، انا قريته مثلا في افريقيا في جمهورية مصر العربية، دخلت جمهورية مصر العربية لقيتها 26 او 28 محافظة يا يوسف، محافظة دخلت المحافظة لقيتها يجي 50 مركز، طوخو اليوم وشبين، دخلت المركز لقيته يجي 100 قارية، دخلت القرية لقيتها يجي 20,000 بيت، دخلت البيوت لقيتها شوارع، يا نهار وصلت له ازاي؟ ابتديت الاول احدد هو فارس عاطف موجود على كوكب الارض ولا المريخ ولا المشتري؟ فارس عاطف في انهي قاره من القارات؟ في انهي دوله من الدول؟ في انهي مدينه من المدن؟ وفي انهي شارع من الشوارع؟ وفي انهي بيت من البيوت؟ صح؟ واي فرد في العائله؟ وصلنا له ولا ما وصلناش؟ بالتصنيف ولا بالهبل؟ عندنا كام مستوى تصنيفي بقى في التسلسل الهرمي؟ 7. يا عم عمر يا عبد العزيز، التسلسل الهرمي للتصنيف يشمل يشمل كام مستوى تصنيفي؟ 7 مستويات تصنيفيه. مطلوب مننا نعمل ايه يا عم يوسف يا بري؟ حدد لي مين اعلى مستوى تصنيفي؟ يعني مين الكوكب؟
ومين اللي بعده ومين الاخير؟ ها تبدا بالمملكه وتنتهي من المملكه اعلاها مستواها قصر. يبقى انا بنزل بعد كده بقى تنازلي تنازلي وتنتهي اصحى بقى معايا اللي انا هكتبه يا جماعه وتنتهي بالنوع. يبقى مين ادنى واقل مستوى تصنيفي؟ النوع صح. طيب ها وكلما انتقلنا من مستوى الى المستوى الذي يليه اخطر نقطه تبقى لك باللحظه كل ما تتنقل من مستوى للي بعده في التصنيف الهرمي يعني الترتيب التنازلي ها ايه اللي يحصل يا استاذ؟ ها يقل عدد الافراد يبقى اكبر عدد من الافراد موجود في المملكه ولا في النوع؟ جميل في المملكه. واقل عدد من الافراد هيبقى موجود فين؟ جميل. ها يبقى كلما اتجهت من المستوى للي بعده يا محمد عبادي ها ايه اللي يحصل يا مصطفى؟ يقل عدد وتزداد الصفات ها المشتركه. طب اكتب والعكس؟ لا يعني ايه التصاعد؟ ها كلما انتقلت من مستوى للمستوى ها الذي يليه ولا الذي يسبقه؟ مين اللي يزيد؟ ومين اللي تقل؟ والعكس صح. طب بص معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بس يا بيه نكتبهم بس كده رقم واحد ها المم لا ده أعلى مستوى إيه؟ تصنيف ها الشعبة ها الطائفة الرتبة العائلة الجنس النوع. خلي بالك هيبقى في مستويات ها تحت مملكة شعيرة طويفة مفيش مشكلة بس الأساسيين كم واحد؟ جميل ها أمسك وأنا نازل كده مين يقل؟ يبقى كده يقل ها عدد الافراد. مين يزيد؟ وتزداد ها الصفات اللي هي المشترك. ده لو السهم راسه الاسفل كده ماشي ها طب هكذا طلعت بالسهم كده تزداد عدد الافراد ها يبقى انت طالع كده ها تزداد ها أعداد مين ها؟ أعداد الأفراد صح ولا لا ها؟ وتقل مين ها؟ وتقل الصفات المشتركة صح صح. المستوى التصنيفي الذي يلي يصحى للكلام والذي يصدر أعلى مستوى. فاكر التسلسل في تركيب اسم كائن الحي؟ لما قلنا أول حاجة أجهزة واخر حاجه جزيئات ومين العضو الاعضاء وتصنيفها ايه وتاليها ايه فاكر؟ اظن كده انت حطيت كم اساس للتصنيف؟ اسس التصنيف اربعه. فاضل المفتاح التصنيفي يا سجونه بتقراه بس انا بقوله لك شفوي عادي او لك في الفيديو اللي احنا عملناه كده عندك حصتين واحده مشروحه انت ما حضرتهاش اللي هي الصفات المتاثره بالجنس ماشي خلاص.